من أجل معالجة الكلاب الضالة المصابة بالكلب والسعار، خصصت بلدية إربد الكبرى قطعة أرض لتكون مركزاً لمعالجتها. وضمن جهودها المبذولة منذ سنوات للحد من خطر انتشار الكلاب، قال مدير الشؤون الصحية في بلدية إربد الكبرى الدكتور محمود الشياب إن البلدية قدمت ما هو مطلوب منها، ويبقى على الجهات المعنية الأخرى التحرك لصيد الكلاب وتعقيمها وتطعيمها وإعادة إطلاقها في المدينة. تم تحديد الموقع بقرار مجلس بلدي في شرق مدينة الشاحنات بمساحة لا تقل عن 1000 متر مربع، وهذا الموقع يمكن يكون خاص للبلدية، ومن حق البلديات الأخرى إذا بدها تشارك بنشارك فيها. هلا الخطوة الثانية اللي هي عملية تلقيط الكلاب. إحنا بدنا فريق يقوم بتلقيط الكلاب. الفريق هذا مش موجود عندنا كبلدية. مديرة البيطرة بالزراعة حكت إنه إحنا عندنا هذه الغرف وموجودين، بنقدر نعملها في عمل في مديرية الزراعة، وبيقدروا يعملوها أيضا في جامعة العلوم والتكنولوجيا. الخطوة اللي على البلدية قامت فيها.